قراءة من كتاب الأم غفرائيل. أذكر أن أثناء إقامتي في أحد الأديار في بيت عنيا تحديدا، أوكلت إلي العناية براهبة مسنة جدا ومريضة، راهبة مسكين كم وجدتها شكسة عسيرة الطباع. ولكني قلت في نفسي ثانية: كل ما في هذه الدنيا يحصل إما بمشيئة الله أو بسماح منه. بالنسبة إلي أنا، كل ما يفرحني هو بسماح من الله، فإن إلهنا كلي الصلاح وطيب، وتماما لأنه كلي الصلاح وطيب يسمح أيضا بحدوث أمور لا بد منها لكمال الروحي. قد لا تروقني هذه الأمور البتة، لكن إن لم يضرب الفحم هل يتحول إلى ألماس؟ كلا. بناء على هذا أخذت على عاتقي الاعتناء بالأخت المريضة، ويمكن القول من دون مبالغة أنها أشقتني كثيرا، ورغم ذلك لم أنتبه كثيرا لتصرفاتها العاتية، لأني رحت أصلي في داخل، ثم إني ابتهجت لما فكرت أنها هي أيضا تحوي المسيح في قلبي. ربما هي لم تدرك ذلك، أما أنا فرأيته فيها. لكن الراهبات الباقيات أخذن يتأففن ويتذمرن علي قائلات: ما هذا؟ هل أتيت إلى هنا لتجعليها تخسر نفسها؟ لا نسمع منك سوى كلمة نعم، وها هي كل يوم من سيء إلى أسوأ، فإن تغادرين ماذا يحل بنا؟ ثم حان أوان الاعتراف، وفي نفسي تساؤل كبير، فقلت لأبي الاعتراف: قل لي يا أبتي، القصة كذا وكذا، فمن على حق؟ أنا التي أجيب إلى كل طلباتها بكلمة نعم، أما الأخوات اللواتي يشرن علي بتغيير تصرفي خوفا من أن تخسر نفسها. فقال: الأمر الثاني ثانوي، كل إنسان يسهر على خلاص نفسه، لكننا نستصعب الوصول إلى مستوى احتمال كل ما يصدر عن الآخرين، ولذا نتعلل بحرصنا على خلاصهم. أما أنت فحاولي أن تستمر في الإجابة إلى كل ما تطلبه إليك بكلمة نعم، والله سوف ينيره. وبالفعل في غضون سنة وثلاثة أشهر صارت هي عينها تقول لي: من فضلك، شكرا، لعلي أتعبتك، اذهبي وارتاحي يا ابنتي. والأغرب من ذلك أنها صارت أصعب في معاملتها للأخوات الباقيات، يبدو أنها شعرت بالحاجة إلى الترويح عن غضبها بطريقة ما. يجب ألا تنسوا الأمر التالي: بقدر ما تتقدمون في الحياة الروحية تصادفون أناسا لم يبلغوا الكمال بعد، وذلك لكي يزيدوكم كمالا. هؤلاء مفادون من قبل الله، وعلى هذا الأساس ترحبون بهم، لأن كل منهم إنما باسم الله يأتي، فواحد ليدربكم، وآخر ليحبكم، وثالث ليعزيكم، ورابع ليزعجكم. حسبكم أن أمرا واحدا لا يحدث إلا إذا سمح الله به أو شاء حدوثه، وعندما تدركون ذلك تصبح الحياة مشوقة، فتتقدمون في معارجها، وأنتم تتوقعون في كل لحظة أن تحصل أعجوبة أو يتم اللقاء أو أن تحدث مشاركة، وتنتظرون وقوع هذه الأمور كلها بلا استثناء.